ها خديجة 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 مكازا شحال في العمر ديالك يا خديجة؟ 47 سنة اختي. 47 سنة من كازا. عزبة ولا فايت فيك الزواج؟ هاني هنا في الجميلة. اختي عزيبة. عزيبة عزيبة عمر ما تزوج شي ما خطب شي حد ما شاف شي حد ما تشوف شي حد. لا اختي كيجيو الناس كيهضروا ولكن ما تيكتبش هادشي اللي كاين. شو المستوى الدراسي ديالك؟ مرحبا بك يا جميلة. احمد هاد الشلايفه جميله. سادس ابتدائي فاش خدامه؟ خياطه. خياطه كتقبلي التعدد؟ لا اختي لا لا تقبل التعدد. تقبلي تعيشي مع عائلة الراجل؟ تعيشي مع العائلة؟ لا ماشي مشكل. ديال الراجل بحالاش؟ تعيشي مع عائلة واش كنهضر بالشينوية؟ تعيشي مع عائلة الراجل فهمتيها؟ دخلات معاك طلعت معاك مزيان فهمتيها؟ الحمد لله الحمد لله طلعت معاها فهمتها. واخا قولي يا خديجة انتي اسمك؟ شوية باينة فيك راه داك لي زيكوتور هما لي يسمكوك لي زيكوتور. واش شتي كتهضري وكتضحكي واش كيهرك الحوايج مثلا ولا تيهرك الفراش؟ ها ليليا فرحانة الله يفرحك يا اختي الله يفرحك الله يفرحك يا اختي مرحبا الله الا كنفهمو بالغواش كنفهمو بها. مرحبا اختي مرحبا. قولي يا خديجة انتي قلتي خدامة خياطة في شي شركة ولا خدامة من دارك ولا عندك محل ديال الخياطة؟ خدمت في الشركة وخدمت في محلات. دابا هاد اللحظه فاش انتي كدوي معايا فاش معايا طاليا فاش كديري فاش كتصنعي في حياتك؟ هاد اللحظه دابا ما خدامهش صح وقفت على العالم. عتيله ساكنه مع داركم؟ مع دارنا. مزيان خديجه شحال الطول ديالك وشحال الوزن ديالك؟ الطول ديالي 1.57 متر. يعني غليظه بيضه ولا سمراء؟ بيضة. مزيان خديجة انتي محجبة؟ كتصلي؟ كنصلي اختي. مزيان ما عندكش شي مرة كدوي عليها من غير السموكية؟ لا السموكية ما كندويش عليها. خص غاز ولي تداوي عليها من اللي قدام غتولي تداوي عليها اولا تولي تسمعي حسكة شغل كذاك. شريك الحياة مسيو مسيو اللي كتقلبي عليه شحال يكون في العمر ديالو؟ العمر ديالو على حسب من 50 حتى تحياتي ليك مول مول 58 كاع موصل 53 مزيان يكون مطلق بولادو مثلا المراه عنده الدراري يكون مطلق يكون ارمن ماشي مشكل وبالدراري ديالو اللي كان شي وليد واحد ولا بنيته ماشي مشكل يكون زعما داير تحديد النسل هذا هو معنى يكون داير تحديد النسل. يا اختي مرحبا بيتي في كازانيت كازا كان ممكن في كازا الا كان برا ديال كازا ما تقبليهش صراحه ما نقدرش نمشي من بعد بزاف على في كازا لا مزيان اختي الله يسخر الامور دوزي عندي الوصفه وصيتي المعلومات ديالك يلا شكرا يا رحيبه ديالي تهلاي في راسك.